السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عندي عايز أعمل سويب أو ريفيل، تمام؟ خلينا نرسم حوائط بالشكل دوت. في طريقتين عشان أعمل كده، تمام؟ هدخل هنا في أرتكشر وأقول له أنا عايز أعمل سويب، بمجرد إن تحطه هنا هيبدأ يتحط، وبعد كده كل الحوائط هتاخد نفس الارتفاع اللي أنت حطيت عليه بالشكل ده. طيب في طريقة غير كده؟ في طريقة غير كده. خلينا بس نغير الحوائط دي لحاجة تانية، اي حوائط يعني، نفس الحوائط تنفع بس انا عايز اغير السبب يعني. تمام، انا دلوقتي عايز اعمل السويب هنا او الريفيل، لغيتهم انا عايزها تبقى جزء من الحيطة نفسها، تمام؟ فهدخل ايديت تايب، اعلم على الحيطه منهم واخش ايديت تايب، اخش هنا في الاستراكشر، تمام؟ بلاقي الحوائط هيت، وبلاقي خاصة هي بتاعت ان انا اضيف سويب. لو انت على الفلور ممكن ما تلاقيش تظهر معاك، تمام؟ طيب انا هقول له خش في السكشن عشان تظهر معاك، اقول له انا عايز سويب او ريفيلز سويبس. ايه اللي هيحصل؟ هيجيب لي يقول لي اختار البروفايل اللي انت عايزه، فبقول له اد، تمام؟ ده الديفولت، ممكن تغير. طب في اشكال تانية؟ في اشكال كتير. قول له لود بروفايل وحمل زي ما انت عايز من المكتبة بتاعتك. بروفايل، تمام. عندك ايه اشكال كتيرة تقدر تختار منها اللي انت عايزه، وليكن مثلا في الوول تقدر تختار اي شكل، اي شكل من اللي انت عايزه، مفيهوش اي مشكله خالص. وليكن مثلا ولو دخلت على النت هتلاقي اشكال كتيره جاهزه، ناس كتيره مصمماها. قول له اوبن، تقدر تختار اي شكل من الاشكال ديت. عايز اي ماتيريال تقدر تختار ماتيريال مستقره، دي هتبقى عامله زي وزره كده، تمام. المسافه من الارض قد ايه؟ هتقول له مثلا المسافه متر مثلا. منين؟ من البيس ولا من التوب بتاع الحيطة، من أرضية الحيطة. اكستيريور ولا انتريور، زي ما انت عايز. عايز تحط هنا الناحية دي ولا الناحية دي؟ الأوفست قد ايه بحيث انها ممكن تدخل جوه الحيطة او تبقى بارزة بره؟ انت بتبدأ تحدد انت عايز ايه، عايز تعكسها، عايز كات وول، زي ما انت عايز. خلينا ندوس اوكي. اي ظهرت معاك اهي. طيب الريفيلز هقول له اد، اختار الشكل اللي انا عايزه، المسافة وليكن مثلا 1500، منين؟ من البيس ولا من التوب؟ الاكستيريور، الاوفست، وهكذا. شايف الاكلان في وسط الحيطة دي، الفتحة دي، تمام. اوكي، اوكي، ظهرت معاك بالشكل دوت. في واحدة اهيت اللي هي البروز لبره، وفي الفجوة ديت هي موجودة اهي. لو بصيت عليها هتلاقي في هنا قطع في قلب الحيطة، وهنا موجود السويب اللي هو الوزرة أو البروز اللي في قلب الحيطة.